بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله ونعمه أتممنا ما يتعلق بشروط وأركان وواجبات وسنن ومبطلات الصلاة، وأخذنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصفة العملية. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ ما يتعلق بصفة الوضوء والتيمم والاغتسال، هذا في درس العصر إن شاء الله. درس المغرب نريد منكم إن شاء الله تعالى تحضر لنا ما يتعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الآداب والأخلاق الإسلامية، تنظروا فيها وكل واحد يعني يحفظ شيء منها ويذكره لنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب. اتفقنا على حفظ الشروط وفروض الوضوء وكذلك نواقض الوضوء بالأمس، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى رتبوا لنا العلم، وما بقي إلا أن نسير في هذا الطريق حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء. الناظر الآن في من يضبط هذه المسائل، شروط الوضوء وفروض الوضوء ونواقض الوضوء، يستطيع أن يحكم بإذن الله على وضوء أي إنسان، هل هو صحيح أم باطل. فمن يذكر لي شروط الوضوء؟ سبحان الله، وين اللي اتفقنا عليه اليوم؟ تعرف؟ بسم الله. الشرط الأول الإسلام، وذكرنا أن العبادات، وارتاح، أي عبادة تسأل عنها تذكر شروط أربع: الإسلام والعقل والتمييز والنية. أي عبادة تسأل عنها إلا ما يتعلق بالحج والزكاة، هناك بعض هذه الشروط قد تتغير، لكن الإسلام في كل عبادة. ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى، لأن أخبرنا الله أنه يقبل أي عبادة إلا بالإسلام أي الإخلاص. الإسلام والعقل والتمييز والنية، نعم، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، ذكرنا هذا. بعد النية استصحاب النية إلى أن تتم الطهارة، يعني في وسط الوضوء مثاله توضأ، غسل الوجه بعد أن تمضمض واستنشق، واليد اليمنى ثم اليسرى، ومسح رأسه مع أذنيه، بقي غسل الرجلين، نوى قطع الوضوء، قال أنا ما أكمل هذا الوضوء، ثم بعد هذا غسل رجله اليمنى ثم اليسرى، وضوءه باطل لأن انقطعت النية في وسط الوضوء. لكن اعتبر أن هذا الأخ توضأ وضوء كامل، وبعد أن انتهى وفرغ من وضوئه قال أنا هذا الوضوء أريد أن توضأ وضوء آخر إذا أذن لصلاة المغرب مثلا، جاءت صلاة المغرب فصلى في هذا الوضوء، وضوءه صحيح لأن النية كانت من أول عمل إلى نهاية العمل. الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب النية لن تتم الطهارة، وانقطاع موجب الوضوء. انقطاع موجب الوضوء ما معناه؟ انقطاع موجب الوضوء معناه هل يصح أن يتوضأ وهو يخرج منه الريح مثلا؟ لا. يتوضأ وهو يبول؟ لا. يتوضأ وهو يأكل لحم جزور؟ لا. نقول انتظر حتى ينتهي هذا الناقض وبعد هذا توضأ، انتهي حتى ينتهي الريح، خروج الريح، حتى تفرغ من أكل لحم الجزور، حتى تفرغ من البول. طيب بعد هذا أيضا قال الاستنجاء أو الاستجمار قبله، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا كان الناقض موجب للاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء استعمال الماء في الطهارة، والاستجمار استعمال الحجارة أو المناديل أو ما يقوم مقام الحجارة في الطهارة. الآن هل يصح أن يتوضأ وهو يبول؟ لا. نقول انتظر حتى انقطع هذا الموجب للوضوء. انقطع الموجب، هل تتوضأ؟ قال لا، ما يستطيع أن يتوضأ حتى يستنجي ويستجمر. هذا إذا كان الموجب للوضوء لا بد له من استنجاء واستجمار. لكن لو أكل لحم جزور هل يستنجي واستجمر؟ لا. خروج الريح؟ لا. النوم؟ لا.
بول نعم، غائط نعم، مفهوم؟ طيب، ثم بعد هذا قال طهورية الماء وإباحته، لم يجد إلا ماء نجس، فماذا يصنع؟ يتيمم. لم يجد ماء، وهذا الأخ لديه ماء، قال أعطني الماء حتى أتوضأ به، قال لا، قال أشتريه، قال لا، يضرب هذا ويأخذ منه الماء ويتوضأ؟ لا، يسرق الماء؟ لا، يتيمم. كذلك من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعمل في طلاء الجدران أو في مخبز يعجن العجين، وعلى أحد أعضاء وضوئه طلاء أو عجين أو كذا، فماذا يصنع؟ نقول لابد إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لابد أن تزيل هذا الطلاء أو العجين. النساء يضعن، النساء يضعن، نحن نتكلم عن يعني يصح ولا يصح، هذا ما وقت الآن، يضعن على الأظافر شيء يسمى باسمه، نعم، مناكير، أي جمع منكرات، يعني ليس منكر واحد، مناكير يعني كثير، 10 مناكير تضع أو 20 بحسب الأصابع لديها. فهل يصح أن تتوضأ وعلى أظافرها مناكير يعني جمع منكر؟ لا، نقول لابد من إزالة المنكر أولا حتى يكون الوضوء صحيح، تزيل المناكير هذه ثم بعد هذا تتوضأ، لكن حكم وضع المناكير هذا ليس وقته. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ثم ذكر يعني المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بدخول الوقت في من حدثه دائم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يصح أنه يتوضأ حتى لو كان حدثه دائم مرة واحدة ولو دخل وقت الصلاة الثانية. طيب، من يذكر لي فروض الوضوء؟ هذه شروط الوضوء، من يذكر لي فروض الوضوء؟ سبحان الله أخوانا ما توضأوا، لتوضأ يعرف فروض الوضوء. فروض الوضوء 4 ذكرت في الآية، وتضيف إلى هذه 4 الترتيب والموالاة، أصبحت الفروض 6، لا أحد يتكلم. الوجه مع المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، اليدين مع المرفقين، الرأس مع الأذنين، مسح، غسل الرجلين مع الكعبين، الترتيب أن يرتب كما رتب الله ولا ينكس الوضوء، الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف، يعني يتابع، يعني مثال هذا الأخ يتوضأ، تمضمض واستنشق واستنثر وغسل الوجه، ثم عندما غسل اليد اليمنى دق الجوال، أخذ الجوال وأخذ يتكلم، نعم ماذا عندنا؟ قال والله عندنا اليوم كذا، وبعد هذا قال عندنا كذا، ومتى نذهب؟ تكلم ثم أغلق الجوال، أراد أن يكمل؟ لا، لأن الفاصل طويل، في الغالب يكون الوجه قد جف، فهذا يعيد من جديد لأنه لم يحقق شرط الموالاة، لكن دق الجوال قال أنا توضأ اتصل عليك بعد 5 دقائق وأغلق الجوال وأكمل، وضوء صحيح، مفهوم؟ طيب، إذن هذه فروض الوضوء 6. نواقض الوضوء من يعرف؟ إخواننا إذا لا تعرفوا نواقض الوضوء، قد تأتي بناقض من نواقض الوضوء وتصلي وضوءك باطل أصلا. نعم يا أخي، الخارج من السبيلين، الله يفتح عليك، الخارج من السبيلين مطلقا، كل خارج من السبيلين ناقض الوضوء، بول وغائط ومذي وودي وريح وحصى وديدان وحيض ونفاس ودم، كل خارج من السبيلين ناقض الوضوء وارتاح. نعم، الثاني الخارج الفاحش من الجسد من غير السبيلين، الصحيح والله أعلم الذي يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا كان الخارج يعني مثاله لديه جرح وهذا الجرح يخرج منه قيح وصديد، هذا غير ناقض، إلا إذا كان من جنس البول الغائط، صنع عملية عافانا الله إياكم، وضع له أنبوب يخرج منه أكرمكم الله البول، فهذا جنس البول الغائط. نعم، بعد هذا النوم، من قال مستغرق؟ ما قبلك النوم، وانت قلت مستغرق؟ لا، الحمد لله،
لا خطأ، ما قال لا النوم ولا المستغرق، قال زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. زوال العقل، إذا زال العقل بماذا؟ بنوم أو جنون أو إغماء أو مخدر أو سكر. الصحيح والله أعلم الذي يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن النوم غير ناقض الوضوء، لكن هو مظنة لخروج الريح. هذا الأخ الآن نعس في الدرس، نعم، هل انتقض وضوءه أم لا؟ ننظر، هل تشعر بنفسك أنه لم يخرج منك شيء؟ قال نعم وأنا أسمع للدرس، فإذا لم انتقض وضوء. وإذا قال لا لم أشعر بشيء، إذن وضوءه انتقض، مفهوم؟ نوم أو إغماء، زوال العقل. زوال العقل نعم. بعد هذا لمس الفرج. مس الفرج، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى والعلم عند الله أن مس الفرج غير بناق، غير ناقض الوضوء، لكن يستحب له الوضوء. نعم. أكل لحم الجزور خاصة، فلو أكل لحم بقر لا أحد يتكلم، لحم غنم، لحم خنزير، خنزير يا أخوانا خلوه يا جو. نعم، لحم الخنزير محرم. الحمد لله، إذا ما يأكل أصلا الحمد لله، جزاك الله. أتفضل. طيب نعيد هذه الأمور ثم نذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. من يعيد لي شروط الوضوء؟ ناقض الردة محبطة لكل الأعمال. نعم. طيب من يذكر لي فروض الوضوء؟ فروض الوضوء. بسم الله. أوقاف، كيف أربعة؟ اتق الله يا رجل. فروض الوضوء كيف صارت أربعة؟ نعم، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا. فروض الوضوء ما هي أربعة؟ الله يهديك، اجلس. خطأ هذا الكلام. نعم، كم؟ ستة. أربعة في الآية ونضيف عليه الترتيب والموالاة. هذا نوقف. نعم. يقول تعالى يا أيها الذين. المهم كم؟ أربعة. أو هي؟ وثنتين. عد الأربعة. الوجه. إذا قمت من الصلاة فاغسل الوجوه. غسل الوجه مع المضمض والاستنشاق. نعم، يدخل بها. بعده. واغسل اليدين مع المضمض. اليدين مع المرفقين. وامسحوا بيوم وسيدي. والمسح الرأس مع الأذنين. والرجلين مع الكعبين. ضيف إليها النية طبعا. استغفر الله يا أخواننا، اتركوا يتكلم. قم تضيف إليها ماذا؟ الترتيب، أن يرتب على ما رتب الله، والموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف، لازم يجعل العمل متتابع ما يقطعه. شروط الوضوء. نعم أبو عصام، المفروض ما يتكي على الجدار إلا من في لحية شيء، هذا اللي يتكي، اللي ما يتقدم، لا مو قليل يعني كثير. نعم. غسل الوجه مع المضمضة. غسل الوجه يا رجل، اتق الله. شروط الوضوء. الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها إلى أن تتم الطهارة. انقطاع موجب الوضوء، الاستنجاء والاستجمار قبله إذا كان هذا الناقض موجب الاستنجاء، طهورية الماء وإباحته، إزالة ما منع وصول الماء إلى البشرة، دخول الوقت في من حدث دائم. الله يزوجك، اجلس. نعم، ماذا؟ ناقض الوضوء. نعم، الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج الفاحش، زوال العقل بنوم ونحوه، أكل لحم الجزور، مس الفرج، الردة محبط لكل أعمال. أجلس. صفة الوضوء،
يا أخي الله يرضى عنك تقدم. أي أحسن شيء أبعد عنه. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن ينوي أولا بماذا؟ بقلبه ولا تلفظ بنسان. أن يسمي يغسل الكفين. غسل الكفين لم نذكره في الفروض فهو سنة، لكن إذا كان هذا الوضوء سبق بنوم في ليل لابد أن يغسل الكفين وجوبا 3 مرات قبل إدخالهما في الإناء. استيقظ الشيخ لقيام الليل، استيقظ الشيخ لصلاة الفجر، وجب عليه أن يغسل الكفين 3 قبل إدخالهما في الإناء. لم يغسلهما وضوء صحيح. غسل يغسل الكفين ثم يأخذ غرفة من ماء بيده اليمنى، يتمضمض بأن يدخل الماء في فيه، ويستنشق بأن يسحب الماء بمنخريه، ثم يستنثر بأن يخرج الماء من منخريه ويمج الماء من فيه بغرفة واحدة. غرفة واحدة يتمضمض يدخل الماء في فيه وفي منخريه، ثم يستنثر بيده اليسرى ويمج الماء من فيه، ثم يغسل الوجه. يغسل الوجه، غسل الوجه من أين يكون؟ ما هو حد الوجه؟ حد الوجه منبت الشعر المعتاد إلى أسفل أو منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. ما حكم تخليل اللحية؟ ما حكم تخليل اللحية؟ تخليل اللحية إذا كانت اللحية كثيفة يعني لا يرى الخد، مثل لحية الأخ الآن ما يرى الخد، فهذا التخليل عند هذا الأخ سنة. ما معنى التخليل؟ يعني يخلل، يعني يأخذ حفنة من ماء يضعها تحت لحيته أو يخلل هكذا بأصابعه. هذا إذا كانت اللحية كثيفة فالتخليل سنة، وإذا كانت اللحية خفيفة يعني يرى الخد أسفل من اللحية فالتخليل هنا عندنا واجب، لأن المواجهة تحصل باللحية وما أسفل من اللحية. مفهوم؟ طيب، ثم يغسل اليد اليمنى. ما هو حد اليد اليمنى؟ من أطراف الأصابع إلى أن يستوعب المرفقين. الآن هنا غسل الكفين فرض وفي أول وضوء سنة، إذن هنا لابد من الغسل. اليد اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح ولا يغسل الرأس، يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما، ثم يغسل الرجل اليمنى إلى الكعبين أي مع الكعبين، يستوعب الكعبين دون أن يشرع في الساق، يخلل ما بين أصابع الرجلين بخنصره، وهذا السنة لأنه في الغالب أصابع الرجلين متلاصقة. بعد أن يفرغ من وضوئه يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا صفة الوضوء. صفة التيمم، صفة التيمم أن ينوي بقلبه ثم يسمي بسم الله ثم يضرب بباطن كفيه على الأرض ضربة واحدة فقط على الأرض، سواء كانت من طين أو رمل أو حصى أو حجارة أو صخر، ضربة واحدة على الأرض، مو على، ضربة واحدة، ثم يضرب إحدى كفيه في الأخرى أو ينفخ فيهما إذا كان يعني علق فيهما شيء من التراب، ثم يمسح الوجه هكذا بدون تخليل، ثم ظاهر اليمنى ثم ظاهر اليسرى. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأول أن ينوي بقلبه ثم يسمي ثم يضرب، أضرب ضربة واحدة بدون تفريج، لا تفرج أصابع كذا، ضربة واحدة ثم يضرب إحدى كفي بالأخرى وينفخ فيهما ثم يمسح ثم يا أخوان نتركه والله مو هنا، ثم ظاهر الكف اليمنى ثم اليسرى، أبدأ باليمين يا رجل، عيد من جديد، عيد من جديد يا أخوان، الله يرضى عنكم لا أحد يتكلم. ينوي يسمي ضربة واحدة على الأرض يا أخوان نتركه والله المستعان. نعم. ثم بعد ما يضرب وينفق يمسح الوجه ثم ظاهر اليمنى
وين ظاهر اليمنى يا رجل؟ اليمنى وين؟ امسح باليسرى على اليمنى هكذا، هيا امسح باليمنى على اليسرى. يلا من جديد الان من اول. في دواء لكن لا يباع في الصيدليه يسمى بماذا؟ أصبرين. إخواننا اصبروا شوي، أعوذ بالله. نعم، خلق الإنسان من عجب. قول يا شيخ، عيد من جديد. الأول أن ينوي، ثم يسمي، ثم ضربة واحدة على الأرض، ثم الوجه. نعم، ثم باطن اليد اليمنى، باطن اليسرى على ظاهر اليمنى، باطن اليسرى على اليد اليمنى، ثم باطن اليمنى على اليد اليمنى. الله يفتح لك، اجلس. صفة الاغتسال. الاغتسال عندنا ينقسم الى قسمين، اغتسال مجزئ واغتسال كامل. يعني اعلى اغتسال هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كم صفة؟ صفة اغتسال مجزئ واغتسال كامل مستحب. الاغتسال المجزي أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، يخلل ويدخل الماء إلى أصل البشرة مع المضمضة والاستنشاق. هذا اغتسال مجزي، ينوي يسمي يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع مضمضة واستنشاق. مفهوم؟ نعم. الأخ هذا جاء عند الفرات قال بسم الله وغطس وخرج، تمضمض واستنشق، اي نعم، وعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. هذا نوى، لكن هذا نزل وخرج. نويت الاغتسال؟ قال لا، لم انوي. فهذا هل يتوضأ ب هل يصلي بهذا الدخول في الفرات؟ نعم. هل هذا يدخل؟ لا. طيب احتر. ينوي ثم يسمي ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة الكثيفة مع المضمضة والاستنشاق، مجزئ. اغتسال مستحب، اكمل اغتسال اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. اغتسال مستحب أو اغتسال كامل أو اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. يغسل الفرجين ثم يغسل اليدين ويبدأ يتوضأ وضوء للصلاة، يتمضمض واستنشق واستنثر، يغسل الوجه مع التخليل في كل لحية. هنا عن اغتسال، ثم اليد اليمنى ثم اليسرى، ثم يغسل الرأس ويرويه مع الأذنين، ثم يغسل الشق الأيمن كاملا ثم الشق الأيسر، ثم يغسل الرجلين مرة أخرى، فرجين، ثم يغسل الكفين، يتوضأ وضوء للصلاة، تمضمض واستنشق واستنثر، يغسل الوجه اليمنى اليسرى، الرأس يرويه مع الأذنين، الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم يغسل رجليه. مفهوم؟ نعم. عندنا نريد أن نتكلم عن مسألة الاستنجاء أو الاستجمار. تعرف أنه الآن يعني حين ما يجد ماء، أيهما أفضل، استعمال الماء أو الحجارة؟ يعني الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء طبعا، استعمال الماء أكمل في النظافة، لكن يذكر بعض العلماء هذا ليس من باب التعبد، لكن هذا من باب البعد عن مباشرة النجاسة. يعني عند الغائط الآن ماذا يصنع؟ يخفف أثر النجاسة بالمناديل أو أحيانا يعني بهذا الرشاش، ثم بعد هذا استعمل ماء ويغسل أثر الغائط بيده اليسرى. طيب، من يذكر لي آداب الاستنجاء أو الاستجمار؟ آداب، آداب دخول الخلاء كلها. يلا. نعم، الله يفتح عليك. صحيح، يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج مع الدعاء الوارد، بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث، بالتسكين. من اللي يتكلم؟ خليه يعني
الخبث والخبائث. وإذا خرج قال غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث ضعيف لا يصح غيره. ما أحد يعرف أداب قضاء الحاجة؟ حتى قضاء الحاجة ما تعرفه؟ نعم يا أخي. لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا يستدبرها، في بنيان وفي غير بنيان، وارتاح. مفهوم؟ نعم. ما تستقبل؟ نعم. الكف عن الكلام لأنه مكروه، أما ذكر الله محرم إلا الكلام عند الحاجة. مثاله دخل هذا الأخ إلى دورة المياه وفوجئ بعد أن قضى الحاجة أنه لم لا يوجد ماء، فماذا يصنع؟ ما يتكلم، يدق على هذا الباب، هذا يقول ماذا تريد؟ هذا يدق على الباب ما يتكلم، لا يتكلم لأنه هذا حاجة الآن. مفهوم؟ أي نعم. طيب نعم. يعني الآن لا يمس الذكر بيد اليمنى ولا يستجمر ولا يستنجي بيمينه، من ما يكون باليسار. طيب نعم. يحرم عليه أن يستنجي بشيء في ذكر الله، جرائد الأكل على الجرائد يا أخواننا، هذا فيه استهزاء، لأنه ما يوجد جريدة باللغة العربية إلا وفيها اسم الله. صحيح. حتى الجرائد العلمانية، طيب مكتوب الكاتب عبد الله بن محمد مثلا، صحيح اسم الله، فما يصح. الآن يقول أحسن وسيلة لمسح الزجاج بالجرائد، ما يجوز يا أخي. كذلك عظم روث لأنه نجس. نعم غيره. وكذلك ثلاث مسحات أقل شيء، لو انقطع بمسحة واحدة لا، ثلاث مسحات. كيف يعرف النقاء؟ الآن يستعمل المناديل والحجارة، كيف يعرف النقاء؟ يرجع المنديل جاف، هذا في الذكر. أما في الغائط يرجع المنديل ليس في شيء، هذا بهذا يعرف النقاء. فإن انقطع بثلاث الحمد لله، وإن لم انقطع زاد. والسنة أن يقطع على وتر، يعني انقطع بأربع يزيد الخامسة، يعني المسحة الخامسة. مفهوم؟ نعم. آداب قضاء الحاجة. اتخاذ مكان رخو لماذا؟ حتى يقطع الوسواس، لأنه قد يوسوس له الشيطان أنه يرتد على شيء، ومكان رخو حتى لا يرتد عليه شيء أصلا. هل يصح أن يبول قائما؟ نعم يصح أن يبول قائما بشرطين. الشرط الأول أن يأمن أنه لا يرتد عليه البول من الرشاش، الثاني أن يأمن من كشاف العورة. وهذا اللي ترى الآن في الحج، الآن الزحام الشديد وكذا، هم وضعوا مثل الساتر يدخل الإنسان فيه ويقضي حاجته دون يرتد وينكشف عورته، يصح. أما هذا الذي تراه يا أخوان الحضارة، أنا ما سمعت أنه في حضارة في العالم إنسان متحضر، ويعني هذه الحضارة تؤدي إلى أن يبول في سرواله. نعم. يعني الآن الكفار أي عندما يبول الآن وهو واقف ما يستخدم لا مناديل ولا شيء، والله ما يستخدم مناديل، ينزل السروال يبول أكرمكم الله ثم يرفع السروال، صدق هذا الحضارة. وغير هذا يعني حدث ولا حرج، يعني كافر هو حضارة، يقول حضارة يسكر، حضارة يمكن له أن يبول في الشارع أمام الناس لا إشكال، مسموح، بالشرط أن يستقبل الجدار، يستقبل الجدار وبال ما في. تمر في الشارع أحيانا تجد كرمك الله البول على الجدران، لأنه ما يستطيع، لأنه يشرب خمر في ليلة، ممكن يشرب 3 لتر، ما يستطيع هذا يصبر، كل 5 دقائق لابد أن يقضي، ونساء أكثر من رجال. المهم
لا يا اخواننا، لانه بعض الناس يعني خاصة الان في هذه الفتنة قال والله ما يصلح لنا الان الا اوروبا، صح؟ وانتم سمعتم بالقريب انه مات كم في مرورهم بالبحر، اي نعم، من السوريين، وقالوا انهم كذا. اخواننا يعني ما السبب ان هؤلاء يعطوا الطول جنسية؟ الحمد لله ما قلنا شيء. هم ما يريدوا هذا الجيل، لأنه يقول هذا الجيل، الجيل الأول جيل متنطع متعصب، يقول الأولاد هذا الجيل لنا. أي نعم، وهذا الواقع اليوم. أنت تترك هذه الأمور كلها، لكن إحنا نريد نتكلم عن مسألة، هذه المسألة مسألة عقيدة الآن. نعم، وغير ما تكلم العلماء من جنسية الكافرة وغيرها. طيب ما علينا، بعد هذا أداب قضاء الحاجة. نعم، الجمع بين الجمع قلنا لم يرد فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن استحسنوا بعض العلماء من باب عدم مباشرة النجاسة باليد وتخفيف أثر النجاسة، وهذا أولى في الطهارة وأحسن. نعم، عند خروجه من الحمام قلنا قلنا هذا يقدم اليمنى ويقول غفرانك. نعم، نعم. وجوب الاستتار من الناس وجوبا، هذا إذا وجد شيء يستر من الناس، وإن لم يجد يبعد، يكون بعيد حتى ما يرى أحد. متى يرفع الثوب؟ لا يرفع الثوب وهو واقف، عندما يقرب من النزول من الأرض يرفع الثوب. طيب نعم، احنا لماذا ذكرنا أداب قضاء الحاجة؟ ها انتهينا. نعم، طيب نريد نذكر أيضا إزالة النجاسة. إزالة النجاسة هذا آخر الدرس، على ثلاثة أضرب، لأن النجاسة على ثلاثة أضرب في إزالتها: مغلظة، مخففة، متوسطة. وهي مغلظة، مخففة، متوسطة. نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. المغلظة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء شرب، وهو لا يشرب إلا بأن يخرج لعاب من لسانه ثم بعد هذا يشرب، فإذا ولغ الكلب في الإناء لابد أن نريق هذا الإناء، نكبه ثم نغسل هذا الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب، مفهوم؟ نعم، هذه نجاسة مغلظة، يعني فيها تغليظ، يعني شيء كثير. نجاسة مخففة يسيرة، نجاسة أشياء تذكرها الآن. النجاسة المخففة يكفي فيها النضح، يكفي فيها النضح. من يقول بوصل؟ اصبر علينا. يكفي فيها النضح. ما معنى النضح؟ النضح هو رش الماء فقط بلا عصر، بدون عصر، يعني يرش ماء هكذا وانتهى الأمر، هذا نضح. هذه نجاسة مخففة. النجاسة المتوسطة لابد فيها من غسل، الغسل نضح، رش الماء وعصر. إذن المغلظة سبع مرات ولهن بالتراب، مخففة نضح رش ماء فقط، متوسطة رش الماء مع العصر. المخففة بول الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني غالب طعام وحليب الأم دون الفطام، إذا بال على غترتي مثلا فماذا أصنع؟ أرش الماء فقط وأخرج وأصلي في هذا اللباس ولا إشكال. غلام الذي لم يأكل الطعام، والمذي الثاني، المذي هنا مخففة، المذي سائل ليس له لون مثل الماء، يخرج عند التفكير، نجس لا شك في نجاسته، ناقض الوضوء، نعم خارج من السبيلين. فماذا تصنع عند خروج المذي؟
عند خروج المذي تغسل الذكر والخستين. نعم. وإذا وقع شيء منه على الثوب، يعني هذا الأخ جاء إلى المسجد خرج منه مذي، فما يستطيع لو أراد رجع إلى بيته تغيير الثياب وكذا تذهب عليه صلاة الجماعة، فماذا يصنع؟ يأتي هذه نقطة من المذي، ماذا يصنع؟ يرش على الماء والحمد لله ويصلي فيه. لكن ماذا يصنع؟ انتقض وضوءه؟ نعم. يغسل الذكر والخصيتين؟ نعم. توضأ؟ نعم. مفهوم؟ طيب هذا المذي. الثاني نجاسته مخففة، أي يكفي فيها النضح رش بلا عصر. وكذلك المني، المني طاهر. نعم، أصل خلق الإنسان. نعم، تناقش رجل مع آخر مناظر علمية، هذا يقول أن المني طاهر وهذا يقول أن المني نجس، فهذا الذي يقول أن المني طاهر قال تعبت أريد أجعل أصل هذا طاهر وأبى أن يكون إلا أصله نجس. إذا صلوا على ثوبه مني صلاته صحيحة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على ثوبه مني ورطب ينضح بالماء يرشه بدون عصر، وإذا كان جاف يحته ويصلي فيه ولا إشكال، ولو صلى فيه بلا نضح ولا فرق أو حتى صلاته صحيحة لأنه طاهر. ما عدا المغلظة والمخففة نجاسة متوسطة لابد فيها من الرش زائد عصر. من يعيد لي هذا الكلام؟ الله أعلم أنت، حتى لا تتكلم بعد هذا. لا لا لا، أبعد عن هذا وخليه يقف شويش. نعم. نجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب إذا ولغ في، إذا ولغ في الإناء. ماذا نصنع؟ ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن في التراب، أولاهن بالتراب. أول نكب ما في هذا الإناء من ماء ثم نغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. طيب عندي سؤال، أصبر يا أخي. نجاسة الخنزير شرب من الإناء. نجاسة الخنزير، خنزير. نعم، كالكلب مغلظ، كالكلب يجلس. ذكرنا أنه ما عدا المغلظة والمخففة متوسطة، نجاسة الخنزير متوسطة، من قال أنه مغلظ؟ مفهوم؟ طيب إذن مغلظة أوقف، ما النجاسة المخففة؟ المذي، المذي والطفل دون الذكر الذي يتغذى على حليب الأم دون، ما حد يتكلم دون الفطام، دون الفطام. والثالث، الثالث ذكرنا ثلاث أشياء هنا في النجاسة المخففة. المني مع أنه طاهر، الله يفتح عليك. لا اصبر، ماذا نصنع في تطهير شيء من هذه الثلاثة إذا وقعت على الثوب؟ النضح، وهو رش الماء بلا عصر. الأول، الأول في هذه الثلاثة أشياء من يذكرني؟ بول من؟ من الذي يعرف؟ طيب ما أعرفه؟ الآن قال ثلاثة أشياء نجاسة مخففة، ما هي الثلاثة أشياء؟ من يعيد علي؟ تفضل يا شيخ. نعم، بول من؟ بول الغلام. الذكر ولا الأنثى؟ الذكر. طيب والأنثى؟ متوسطة. عندك أخت صغيرة عمرها يوم وبالت على ثوبك، ماذا تصنع؟ مغلظة مخففة متوسطة. الآن تقول غلام الذكر، والآن جبنا لك مثال بالأنثى، ما أحد يتكلم. نعم، إذا كانت كالغلام، يا أخي كالغلام أم لا؟ لا، متوسطة، لأنه قلنا الذكر فقط دون الأنثى. مفهوم؟ طيب اسمع، حملت ولد عمره شهر أتغذى من حليب الأم وبال على ثوبك، مغلظة مخففة متوسطة، ماذا تصنع؟ نضح.
نضح رش بالعصر تمام عمره سنة اسمع اصبر وما يشرب حليب الأم يشرب حليب البقر ماذا عليه الله متوسطة نعم اي نعم حليب البقر ما له علاقة اجلس فتح الله عليك طيب مغلظة الأول قال باو ولا الغلام يذكر الذي لم يأكل الطعام دون الفطام وتغذى في الغالب على حليب الأم من يذكر للثاني الأول باو الغلام أوقف المذي ما هو المذي هو سائل سائل لا لون له مثل الماء لكن لزج يخرج عند التفكير أو كذا نجس أو طاهر نجس نجس ناقض للوضوء ناقض للوضوء يا أخواننا خلوه من اللي يتكلم ناقض الوضوء نعم. لماذا لأنه خارج من السبيل ماذا تصنع إذا خرج منك مذي أغسل الذكر مع الخصيتين نعم. وإذا وقع منه شيء على الثوب ترش الماء فقط نضح نضح تمام نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل مذاكيرك يعني الذكر والخصيتين أجلس فتح الله عليك الثالث المني وهو طاهر النجاسة المتوسطة ماذا نصنع فيها تعرف إن شاء الله تعرف ماذا نصنع فيها رش زائد عصر هذا أخذ الثوب كامل ووضعه في الغسالة يكفي ولا يكفي يكفي رش الماء وعصر يكفي بعد أن رش الماء وعصر بقي أثر ريح ولون ماذا يصنع لا يصنع شيء ولا يضر بقاء اللون والريح لأنه صنع ما أمر الله سبحانه وتعالى به ولا يضر بقاء اللون والريح مفهوم أجلس طيب نكتفي بهذا المقدار بعد إن شاء الله صلاة المغرب تذكر لنا ما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية طيب